ورجعنا لكم الفاصل ولسه بنتكلم على اليوم العالمي للمعلم. المعلم طبعا هو المفروض ان هو يعني ايام زمان كانوا بيجوا في التلفزيون وكده كان بيبقى ليه هيبته، وكان لان هو المفروض ان هو بيبدا منه، طبعا بيبدا من البيت وبعد كده بتبقى المدرسه هي تكميليه للتربيه والاخلاق. معايا مشرفني ومنورني سلمى شكري مدرسه اطفال، وعبد الرحمن زين مدرس التربيه الرياضيه. ازيكم؟ هاي. الاخبار؟ مدرسه اطفال بتواجهي ايه؟ قولي لنا الكواليس اللي بتحصل مع الاطفال دلوقتي، يعني لو الامهات بتتفرج علينا انت بتبقي قاعده معاهم فتره كبيره جدا من 8 مثلا لحد الساعه 3 او الساعه 2، ايه اكتر حاجه بتبقي عايزه تقوليها للامهات؟ لا يعني لو عايزه اقول للامهات عايزه اقول لهم حاجات كتيره قوي، بس يعني اهم حاجه ببقى عايزه اقولها لهم انه بلاش الزعيق اللي على طول والنو اللي هي نو ما ينفعش نعمل كده، نو ما ينفعش نعمل كده، لانه هو برضو يعني هما لازم يتعلموا ازاي يستخدموا دماغهم، لازم يتعلموا ازاي يفكروا مع نفسهم اللي هو ليه نو، طب نو عشان كذا كذا، عشان انت عملت ده غلط فلازم تكون عارف ان ده بيتعمل بطريقه 1 2 3 لا طب، يعني لازم يكون في شرح اتليست، وما ينفعش على طول يبقى في عصبيه. العصبيه دي اكتر حاجه بتخلي الاطفال هتطلع اجريسيف في الاخر، يعني هيطلعوا اجريسيف. طب عايز اسالك سؤال، بتحسي ده في سلوكهم؟ ايوه طبعا، انا اصلا شخصيا لما بروح مثلا يوم الشغل وانا يعني اكيد بيجي لي ايام اللي هو ببقى مش مبسوطه شويه، ببقى رايحه متضايقه، لما انا بكون رايحه كده هم اصلا يعني برفلكت ده عليهم، فهم بيبتدوا يبقوا اجريسيف طول اليوم وبيبقوا متعصبين وبيبقوا، تخيل ده لو مني انا بس، لكن فما بالك بقى لو هم في البيت على طول بالزبط. بقى في حاله عصبيه او العصبيه نفسها بالزبط. بقت عليهم. يبقى اول حاجه عايزين نقولها للامهات في البيوت على قد ما حاجتين، اول حاجه ما تتعصبوش على اولادكم طول ما انتوا قاعدين، وطول ما هم قاعدين تقعدوا تقولوا لهم لا 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 لا، يعني مر عليكم مر عليهم علشان ما يفضلش كل شويه يحس ان في اجريشن او يحس ان في غضب وبيتقال له لا وخلاص، ويوم ما تقولي لا تقوليها ويبقى ليها مبرر، يبقى ليها سبب بالظبط. الحصه بتاعت الرياضيات او الالعاب او التربيه الرياضيه او سميها زي ما تسميها، هل دلوقتي الاطفال متجاوبين؟ اه طبعا متجاوبين كلهم؟ طبعا بيبقوا متجاوبين، لا مش كلهم، بيبقى في ناس يعني قافشين شويه، بس مع الوقت ومع التعامل ومع ان هو بيشوف الحاجه اللي بتتعمل بيبدا يعني لا يفكر لا انا ممكن اعمل دوت. بس هو عامه حصه التربيه الرياضيه دي من اهم الحصص اللي هو بيستناها، يعني ممكن يبص في الجدول بتاعه هي امتى، ممكن طول الوقت ما عندوش مشكله لو غاب، بس اليوم اللي فيه تربيه رياضيه لا ما ينفعش يغيب، هو بيبقى مستنيها من اول اليوم، بيبقى حاببها جدا طبعا، لان هي الحاجه الوحيده اللي ممكن يفرغ فيها طاقته، بيخلص يعني اليوم كله بيبقى ضغط عليه فما بيصدق يحضر السيشن ده بالذات يعني. طب زين هسالك سؤال تاني، ايه السلوك السلبي اللي تقوله للاولياء الامور الاب او الام وهما بيتفرجوا عليك دلوقتي اللي انت بتستنتجه من الاطفال في حصه التربيه الرياضيه عايز تقولها لهم؟ يعني كان نفسك تقول للاهالي يا جماعه ركزوا ولادكم كذا لازم تاخدوا بالكم من ده؟ الاهم بجد التكنولوجيا، الموبايل، النت، الكرتون الكتير اللي بيتفرجوا من غير اي هدف، لان الولد فعلا ما بيبقاش اهم يعني دماغه كلها بقت في الحاجات ديت، ما بيفكرش بدماغه، لازم نعلم الولاد ان هو فعلا يفكر. الحاجات برضو اللي هي لا لا ليه، لازم في سبب، لازم يعرف ايه السبب بجد، يعني دي مشكله كومن. انا برضو كنت عايزه الموضوع التكنولوجيا، السكرين تايم طبعا ديفنتلي حاجه اساسيه قوي، يعني عشان بتديلي السبيتش، بتعمل سبيتش ديلي، بتخليه ما بيعرفش يكوميونيكيت مع اطفال تانية، فبي خلاص النت والتكنولوجي دخل في دماغه خلاص، يعني برضو مش فاهم يعني انا النهارده، انت النهارده سلمى وزين واقفين قدامي وانتوا المفروض مدرسين ومعلمين او تيتشرز او كده، واقفين انا كطفل ببص فوق، ايه اللي ادالكم احساس او ايحاء ان ده بسبب التكنولوجي؟ اتنشن سبان، دي كانت ما بيعرفوش يعني ما بيعرفوش يركزوا، بيبقى في تركيز، يعني عالم التركيز تاني. هو في عالم تاني، فيرتشوال لايف، يعني عالم خلاص. عالم خارجي الاتنشن سبان بتاعه بقى قد كده، يعني بقى اللي هو هيركز في حاجه ثانيه لو هو فضل واقف قدامه مثلا بيكلم 5 دقايق، وهو لو هو بيتفرج على حاجه الطفل، فالحاجه اللي هو بيتفرج عليه دي بتاخد 5 ثواني بتتغير، 5 ثواني بتتغير، لكن هو مثلا واقف 5 دقايق فهو هياخد، يعني معلش انا شرحتها بطريقه اصعب شويه. لا بالعكس انا فاهمك كويس،
بالعكس. اللي هو يعني التكنولوجي السريعه دي مخليه مش عارف يركز في حد بيتكلم. طب انت تقول للاهالي ايه؟ يعني انت النهارده لو عندك ولاد هتقولها لهم برضو بطريقه ازاي؟ لا بجد امنع التكنولوجي دي او هتعامل بالحاجات اللي تفيد. يعني انا بشوف ناس كتير قوي عندي مثلا انا كمدرب في النادي بيقول لي ماسكين الموبايل 24 ساعه في ايده الموبايل ما بيسيبوش العاب بقى وجيمز. اللي هم عندهم قد ايه سن؟ صغيرين يعني سني ممكن من بدايه مثلا 4 5 6 7 سنين وهكذا وحضرتك طالع. السن بجد من بدري قوي ماسك الموبايل بدري جدا. ليه؟ اقل كمان. ليه ماسك الموبايل وعارف يتعامل بيه وكل حاجه بيعرف. اللي انا سمعته بس اللي انا مش متاكد منه هي بس اللي انا سمعته ان التكنولوجي او التليفون او الايباد او الحاجات دي كلها ممكن لا قدر الله تسبب مرض التوحد، لان زي ما انا قلت في المقدمه ان هو بيستقبل بس، يعني ما بيجي يتفرج على التلفزيون هو بيستقبل حد بيتكلم، بيستقبل الموبايل، بيستقبل ما بيرسلش. فلسه اللي كانت سلمى بتقوله وزين يعني اكد عليه ان مفيش كوميونيكيشن، مفيش اتصال، اتصال ما بيبقى ما بين حد رايح راجع، انما ما على طول بيستقبل وما بيرسلش. صح. بيبقى فيه لاك او بيبقى فيه انخفاض في معدل التواصل. ايه تاني؟ ايه حاجات تانيه عايزين تقولوها للناس غير التكنولوجي؟ هل في حاجات ليها علاقه بان طب ليها علاقه بالاجريشن بالتربيه طبعا إيه بقى؟ اهم حاجه طبعا التعامل ممكن مع الطفل في البيت. انا ممكن اتعامل معاه بطريقه توصله ان هو طول الوقت متنرفز، طول الوقت متعصب، طول الوقت اجريسيف، مش عايز يتعامل. يعني ممكن ما يبقاش يتقبل، خلاص هو متقبل الطريقه اللي هي فيها البوش بتاعه، الضغط العصبي ما خلاص هو ما بقاش عنده النفسيه الهاديه اللي هو ممكن يتقبل الحاجه ويعملها. بس انا مش متفاهم يا سلمى يعني ايه طفل يبقى عنده ضغط عصبي. It's very important ان احنا لازم نعمل فلتر للحاجات اللي احنا بنقولها حوالين الطفل وللطفل نفسه. يعني انا كان عندي طفل كان بيقعد يجي لان اهله كانوا بيتخانقوا وكانوا بينفصلوا عن بعض، فكان بيجي يقعد يقول، وعنده سنتين كان بيجي يقعد يقول عربيه العفش المحامي بذمتك يا سلمى؟ والله. وده واحد عنده يعني طفل عنده سنتين، فليه بنعمل يعني ليه ممكن طفل يجوثرو حاجه زي دي؟ بيقعد يقول لك عفش وبيقعد يقول لك عربيه العفش، وهو اصلا ما بيعرفش يتكلم كويس. يعني هو اصلا كمان عنده سبيتش ديلي، بس كمان يعني سبيتش ديلي، بس علشان نوضح للناس هو انه مش بيعرف يتكلم كويس او عنده مشكله في التخاطب نتيجه لحاجات كتيره جدا جدا من ضمنها ان هو دايما واخد التكنولوجي او الموبايل او كده. دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني هو احنا النهارده هو اليوم العالمي الغرض منه او النهارده الغرض مننا ان احنا يبقى معانا 2 مدرسين صغيرين في السن وبيتعاملوا مع ناس صغيره، ان احنا عايزين نبتدي نقول المشاكل اللي بتقابل الاطفال علشان خاطر احنا نعرف نحلها في شارع النهار. من ضمن المشاكل اللي بيقولوا عليها التكنولوجي، ادي اول حاجه، او الموبايلات. من ضمن الحاجات الثانيه اللي بيتقال حواليهم ليل ونهار بيبتدوا يعيدوه، او برضو زي ما انت قلت اللي بيحسوا بالهم اللي حواليهم او بالمشاكل اللي حواليهم بيبتدوا يعيدوا نفس الكلام ده تاني. طب سؤال بقى بكل صراحه، موضوع الاحترام للمدرس او كده موجود ولا قليل ولا مع كل؟ لا 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 طبعا موجود جدا، لازم. وبعدين بيرجع للمدرس، يعني انت التعامل بتاعك بتحبب الولد فيك، بتخليه يبقى متقبل منك كل ده. بتحط الحدود التعامليه، ممكن اصاحبك بس ليه حدود معاك، مش هينفع ان انت تتعداها. وممكن ان انا مثلا اضحك واهزر واعمل كل حاجه، بتعامل ممكن مع الطفل ان هو اخويا الصغير. ده ابسط حاجه يعني عشان يقدر يتقبل مني ويقدر يعمل كل اللي انا عايزه، ما يبقاش معارض ليا، ما يبقاش لا ويقفش مني الكلام دوت. الاحترام موجود طبعا، لازم يكون موجود. طب عايز اسالك سؤال يا سلمى، هل في اهالي او انت بتواجهي حاجه اللي هو بتقولي للاهالي انتوا ليه بتعملوا كده؟ يعني طبعا ايه بقى؟ يعني عايزين نقول للناس، انا عايزه اقول حاجه كمان، موضوع ان لازم تخلص طبقك ده الاهالي. يعني انا المشاكل الوحيده اللي بواجهها مع الاهالي دلوقتي موضوع الاكل، ان هما لازم يكونوا مخلصين اكلهم كلهم، والولد ممكن يعني ولد اصلا حجمه قد كده يقوم جايب اكل اللي هو انا اصلا يعني مش هقدر اكله كله. فما ينفعش موضوع الفورس فيدنج ده، لان
بيكبروا برضو ما بيبقوش عارفين امتى شبع، اللي هو اللي هو اللي هو لازم تاكل غصب عنك، اللي هو لازم تخلص شوربه لحد الاخر، لازم تشرب حاجه سخنه علشان ما تتعبش، اللي هو لازم حاجه ليها علاقه بالاكل او الشرب. علشان يعني الاهالي يعني شاغلين دماغهم قوي دلوقتي بالحته دي، ما عندهمش مشاكل في اي حاجه ثانيه. يعني دي المشكله، دي اول مشكله بيواجهوها. طب ليه قلتي مشكله؟ علشان يعني ايه اللي بيحصل من الطفل او من التلميذ يخليك تقولي ان دي مشكله؟ مش من الطفل، من البيرنتس نفسهم. علشان انا مش بعمل ده في الكلاس بتاعي. يعني انا الاطفال لما الطفل بيجي يقول لي خلاص انا شبعت، هقول له خلاص قوم، فبيكون مخلص نص اكله مثلا، فبيرجع بنص الاكل، فالبيرنت بقى ساعتها بيقوم قايل لي لا هو لازم يخلص اكله. انا نفسي بقى اقول انه في حاجات اكبر بكتير انا اي فوكس اون اكتر من ان هو لازم يخلص اكله. مركز I focus عليه. on ان ازاي يبقى مبسوط طول اليوم، ازاي educational بقى بطريقه حاجه تعليميه، ايوه الحاجات التعليميه يعني بفوكس اكتر على الحاجات دي، ازاي بيتعامل مع الاطفال اللي حواليه، ازاي يعني يشير اللعب، ازاي يشارك الاطفال اللي حواليه في كل حاجه بالزبط. علشان ما يحسش بالانانيه. هسالك سؤال، التلاميذ عندك اما بييجوا بيلعبوا مع بعض بكل صراحه بتحس ب يعني انا اعرف اصحابي ساعات كتيره جدا بيبقى عندهم ولاد يقول لك بيروحوا بيتخانقوا معاهم بيعضوهم بيبقى كده، فكره ان هو بيبقوا عمليه اللي هو بيبقى عندهم اجريسيف او اللي هو بيبقى عنيف موجوده فعلا؟ ده هيبان جدا في الحقيقه في التربيه. موجود طبعا. ايه اشرح لي اكتر. يعني ممكن فعلا زي ما حضرتك قلت ان هو بيبقى متعامل مع الاطفال بطريقه تانية، اللي هو ممكن اعضه، ممكن شغل الاطفال بقى اللي هو. تفتكر ايه السبب؟ برضو يعني برضو السبب نرجع برضو للتعامل في البيت. في البيت طبعا. انا بشوف سبب حاجه تانية معاك برضو يا زين، مع ان التعامل في البيت بشوف السبب ان احنا مش هقول كلمه رقابه لان الرقابه دي دمها تقيل قوي، بيبقى التليفون ممكن يبقى فيه جيمز هو بيعملها بجد بجد بتفرق بتبقى الجيمز كلها ضرب، بتبقى الجيمز ممكن بيبقى فيه دم. في ناس ممكن تتفرج علينا بتقول ما تهزروش قوي، بس ده حاجه حقيقيه وده احصائيات حقيقيه، ان انت ما بتفرج لحد على حاجه فيها عنف بيطلع عنيف، تتفرج على حد حاجه فيها هدوء ورزانه بيطلع دماغه بتشتغل. فلازم نشوف احنا بناكل ولادنا ايه من المعلومات، من الحاجات اللي بيتفرجوا عليها، من الناس اللي حواليها وكده، لان هو ده بنبلد او بنبني قدام هيبقوا شخصيات عامله ازاي. عايز قدامي دقيقتين هقول لكم برضو تقولوا للاهالي كام نصيحه، او انتوا تناقشوا معايا كده قولوا لي ايه الحاجات اللي انتوا شايفينها تخلي الناس او تخلي الاطفال عندها ابداع، يعني ادوا نصايح كده للاهالي. انتوا معلمين، انا مش عايز اتكلم في اليوم العالمي او في اليوم المعلم عن اهميه المعلمين، لان هم اهميه طبعا مفروغ ان احنا نتكلم عنها. انا عايزكم انتوا اللي تقولوا حاجات للاهالي يشرحوها لاولادهم، يعملوها لاولادهم. سلمى قالت بلاش نبوش او بلاش نفورس الناس او بلاش نرغم التلاميذ ان هم يعملوا حاجه غصب عنهم. تقول ايه تاني؟ الرياضه. الرياضه لازم يكون. طب افرض حد ملوش في الرياضه يا زين، يعني لا لازم يكون ليه في الرياضه، لازم نخلي يحط رجله في الرياضه. الرياضه بتطلع حاجات كتير قوي، ممكن تفرغ طاقتي اللي انا عندي الاجريسيف اللي انا بدل ما اطلعه في زمايلي لا انا هطلعه في الرياضه. في ولاد بيبقوا موهوبين جدا في صغرهم بس ممكن الاهل مش واخدين بالهم، لما يروح ويبدا يلعب او يتمرن حاجه دي بتخليه هو من نفسه كده خلاص بقى الموضوع اهدى شويه، لو في عنف الموضوع بقى فيه تفكير في حاجات كتير. وطبعا زي ما كلنا اتفقنا نبعد برضو التكنولوجي طبعا طول ما انتوا قاعدين عمالين تقولوا ما تبعديش. بص يعني هي مش كومبليتلي برضو ما تبعديش قوي الحاجات اللي ساعه ساعتين في اليوم يعني او ساعه وساعتين يبعد ولا ساعه وساعتين يدي؟ لا ساعه وساعتين ممكن يتفرج، لان يعني انا مثلا وانا صغيره انا كنت على طول بتفرج على التلفزيون، بس عمل لي ان انا بقى عندي الانجليش بتاعي مثلا كويس قوي، فبقيت اللي هو في المدرسه مش محتاجه اتعلم. فاهم قصدي؟ في حاجات اي كان جين من الحاجات اللي بتفرج عليها برضو طبعا، بس في يعني ساعه ساعتين بكتير. ساعه ساعتين اخري مش اكتر من كده، لانك انت ممكن تلقطي من الحاجات دي كلها، فبالتالي شخصيتك مش عارفه تبدعي فيها او تعملي فيها حاجه تاني.
صح بس عايز تقول حاجة؟ لا احنا بس يعني ممكن فعلا بس نشتغل فيها على الحاجات التربويه شويه، نشتغل اكتر على الحاجات التربويه زي مثلا نعلمهم يعني حاجات ليها علاقه بالسلوك بالخلقيات بالاخلاق بالكلام ده كله. يبقى تصمت كده او علشان نختصر الحاجه سريعه، على قد ما تقدروا الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه، ابعدوا ابعدوا اولادكم عن التكنولوجيا بشكل هادي مش بفورس او مش ان انتوا تضغطوهم، بلاش يبقى كل حاجه لازم لازم لازم، لان مفيش حاجه اسمها لازم. هو شبع خلاص، هو شبع، لو عايز ياكل هياكل تاني. حاولوا على قد ما تقدروا يبقى في المحيط بتاع الاولاد مفيش شكاوي، مفيش خناقات، مفيش الفاظ، لان هو ده فعلا طلعوا اللي هم بيقولوه في المدارس. حاولوا تركزوا شويه مع الاطفال، خاصه احنا معانا دلوقتي مدرسين اطفال بيقولوا لنا اكتر حاجه بيواجهوها صعبه هي موضوع التكنولوجيا او موضوع التليفونات اللي هي ممكن تسبب التوحد لا قدر الله للاطفال. كان مشرفني ومنورني سلمى شكري، شرفانا ومنورانا، وكان مشرفني عبد الرحمن زين. ميرسي جدا يا عبد الرحمن، ميرسي يا سلمى. استنونا فقرات تانية على شارع النهار في قناه النهار.